في إطار محاربة وقمع كل أشكال الجريمة، تمكنت مصلحة البحث والتحرير للدرك الوطني بوهران من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية. العملية جاءت استغلال لمعلومات مؤكدة تفيد بتورط جماعة منظمة في نقل وترويج المهلوسات. على إثر ذلك تم تكثيف التحريات واستعمال أساليب البحث والتحرير الخاصة التي أسفرت عن توقيف جرار طريقي مشبوه، وبعد تفتيشه تم العثور بأحد تجويفات المقطورة على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة. عملية التحقيق مكنت من توقيف 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و47 سنة، مع حجز 29,023 كبسولة من نوع بليغابارين، 1870 قرص مهلوس نوع إكستازي، مبلغ مالي قدره 433 مليون سنتيم من عائدة الإجرام. حجز جرار طريقي مزود بمقطورة، 3 سيارات، هواتف نقالة. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية ضمن المشتبه فيهما السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي تليلات حول جناية المتاجرة بالمؤثرات العقلية عن طريق الشحن والنقل في إطار جماعة إجرامية منظمة، جناية تهريب مؤثرات عقلية على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.